ايه يا ابو محمد؟ على عهد الاموي حلو. كانوا مستلمين الامويين بالشام. حلو، اسمعوا الخليفه الامويين. حلو، جو العباسيين ايه قضوا عليهم، امامهم هم ولدان يعني. حلو، طفش عبد الرحمن الداخل هذا لانه حتى كان مرضان بالجدري. ايوه، طفش على المغرب العربي هم مسيحيين. حلو، هاي جباب، شنو هالجباب هاي؟ معقول كانوا يخبون بها القمح او الشعير او والله في شغلات ما شاء الله. ايوه، هي جو ودخل الحين وبلش سوا خلافه وفتح معناته البلاد هذه كلها. معناته الامويين ما وصلوا من هنا، الامويين هم اللي وصلوا. العباسيين ما وصلوا من هنا، العباسيين ما وصلوا، ولكن هو جل حاله امير واحد اموي اللي هو عبد الرحمن الداخل جل حاله. وخواله الامازيغ هم اللي ساعدوه ودخل فتح هاي البلاد وبلشت عادين تجي. بس طارق بن زياد وصل لهنا؟ لا طبعا، لا ما له علاقه طبعا. لا شو ما وصل، وصل هو كان احد الجند، احد القاده بالنسبه لعبد الرحمن الداخل. لما دخل هنا وفتح هاي البلاد، حلو، الامازيغ ايش قاموا يسوون؟ قاموا بدهم يبوقون وبدهم يخربون وبدهم يسبون النساء. ايوه، قام جمعهم وبسوهم كلياتهم. منو هذا؟ عبد الرحمن الداخل الامير الامور. ابني خلافه، ما انا جاي اسوي عصابه، انا جاي ابني خلافه اسلاميه. بس هذا كله موثوق، لا حكي من عندك. طبعا موثوق، التاريخ مسجله. حلو، طبعا. وبعد هيك صارت عادينا لما مات عبد الرحمن الداخل استلمت بعد العائلات، قاموا هاي عائله بني ميمون، هاي ما ادري منهم. طبعا وقامت تقسم. اسمع، مين كان يستلم امير مثلا هاي المنطقه لحاله، والمنطقه الثانيه مثلا حلو. واخر شيء عادينا بلشوا ينسحبون واحد ورا واحد. ما شاء الله، هذا الحكي هذا ابو محمد اي سنه تعرف؟ والله ما اعرف، بس قديم هذا الحكي، 1500 سنه، 1400 سنه، 1200 سنه. ما شاء الله. والله يا ابو محمد شغلات مسوينا. طب ليش؟ طب ابو محمد اسالك سؤال، ما دام كنت تعرف التاريخ وبالعلم وبال يعني انت زلمه يعني خاتم، انت خاتم. طيب ليش اللي سووه هين ما سووه عندنا يعني ببلادنا؟ ايه على حسب، ممكن سووا اكثر من هيك، بس عادي. المشكله احنا ما نحافظ على التاريخ، ما نحافظ على الاثار، ما نحافظ على تاريخنا واثارنا وفي احنا عايزين. والله هاي الشغلات لونها ببلادنا، العجوين ما كسروها ولا هاي التماثيل ولا. اي والله، والله العظيم كلامك مزبوط. هاي البو ما شاء الله، هذا كان هذا بيت العرو، بيت العرو يوم محمد ما خلوا شيء بالرقم ما سرقوها. كان باعوه يحافظون على التاريخ. اي والله، استثمروا هذا وده حق السواح، يعني تتصور هذا 30 يورو كل شخص، يعني 60 يورو. استثمروا هالشيء هذا وما خربوه، انه قعد عيون يقولوا لك انه هي كانوا المسلمين. ولا لا لا، وشوش لو لا لا، بالعكس انا لما دخلت لجوه شلون حكى كلماته، يعني شيء واقعي، يعني كلماته واقعي. زلمه قال دخلوا ما التاريخ اسلامي، تشرفنا وكل شيء. بس طب هالشيء هذا نحن نقوله ابو محمد؟ ليش طب ما نقوله؟ ليش نضل البلبل عندنا تضليل زياده عن اللزوم؟ تفرج تفرج.